واحد بيقول اريد راي قداستكم في موضوع السفر الى الخارج، حيث انني منذ عام 1999 يعني قيمه 7 سنين او 8 اسعى اليه، وحتى الان لم اوافق. وانا الان على بدايه مشوار جديد للسفر اكمل فيه، ولا هو عباره عن تكملة دراسية، حيث انني حاصل على بكالوريوس تجارة وانني لا اعرف ما هي ارادة الرب حتى الان، هل اكمل ام الغي فكرة نهائية، على الرغم من ان احد اصدقائي قام بدخول السفارة 12 مرة واخذتها في المرة الاخيرة. الحكاية ابني مش حكاية انك توفق في السفر ولا لا، لازم اي واحد يسافر في الخارج يشوف هيروح فين، هيسكن فين، ويعيش ازاي، ويلاقي شغل ولا لا، وشهادته تعتمد ولا لا، يفكر ايه الخطوة اللي بعد كده.